السلام عليكم. ان شاء الله هحاول النهارده احل الاسئله اللي بعتها ضياء. السؤال الاول بيقول: استخدمت 6 ملفات للحصول على تيار ناتج في الجزء الخارجي لدائره مولد كهربي شدته شبه ثابته ولا تساوي صفر، تكون الزاويه بين الملفات كام؟ هنا السؤال ده فن شويه، عايزك تتخيل. فعشان كده انا عملت نموذج مجسم، بس انا ما عملتش 6 ملفات. الاول احنا بنستخدم عده ملفات بينهم زوايا صغيرة متساوية علشان أجعل التيار اللي في الدايرة الخارجية موحد لاتجاه ثابت الشدة تقريبا. طب أنا عملت لكم نموذج أهو لملفين اتنين، الملفين اتنين بس هم صنعوا لي كام زاوية؟ لو تلاحظوا أدي زاوية 2 3 4، يبقى رغم إنهم اتنين بس لكن عدد الزوايا كان 4. لو تلاحظوا هتلاقوا إن عدد الزوايا ضعف عدد الملفات. طب لو عايزة أعرف قيمة الزاوية اللي يكون بين الملف ده والملف ده كام؟ الزوايا الأربعة، عايزة أعرف قيمة الزاوية بكام؟ هقسم 360 على الـ4 زوايا، هتطلع الزاوية بـ90 درجة. أدي زاوية 90 وأدي 90 90 90، فعلا على أرض الواقع مظبوط. يبقى أنا دلوقتي استفدت معلومة، لو أنا عندي قدرة على التخيل، إن الزوايا ضعف عدد الملفات. طب لو استخدمت 3 ملفات يبقى عندي 6 زوايا، 4 ملفات يبقى 8 زوايا. طب المسألة اللي عندي بتقول انه هيستخدم 6 ملفات، يبقى بينهم كام زاوية؟ 12 زاوية. قيمة الزاوية كام؟ هقسم 360 على الـ12 زاوية اللي عندي، لانه بيقولك الزوايا بين الملفات زوايا صغيرة متساوية بالتساوي. هقسم 360 على الـ12، هتطلع قيمة الزاوية في حالة استخدام 6 ملفات ب 30 درجة. يبقى الإجابة رقم ب 30 درجة اللي هي قيمة الزاوية. يبقى الإجابة التانية. المسألة التانية: جلفانومتر ذو ملف متحرك إذا وصل بمجزئ تيار. نكتب البيانات واحدة واحدة. مجزئ التيار اللي هو RS، الـ RS بتساوي 1/10 أوم. يمكن استخدامه لقياس تيار أقصى شدة له الآي بتساوي 5 أمبير، وإذا وصل بمقاومة قيمتها 187 على التوالي. الجلفانو لما بيتوصل على التوالي بمقاومة كبيرة، المقاومة دي بتبقى اسمها آر إم. يبقى الآر إم بتساوي 187 أوم. يمكن استخدامه لقياس فرق جهد أقصى قيمة له، يبقى الفي في الحالة دي هتساوي 45 فولت. عايز ايه؟ عايز مقاومة الجلفانو، عايز الار جي. يبقى دي المعلومات اللي معايا في المسألة، هتعامل معاها ازاي؟ اول حاجة هكتب قانون الار اس، هقول الار اس بتساوي اي جي ار جي على اي ناقص الاي جي. تمام كده؟ هبدأ اعوض الار اس ب1/10، والاي جي والار جي مجهولين، قيمة الاي بـ5 ناقص الاي جي مجهولة، هضرب طرفين في وسطين، يبقى اي جي ار جي بتساوي 1/10 هتضرب في 5 ناقص الاي جي، وبالتالي هتتوزع. يبقى الاي جي ار جي بتساوي 1/10 × 5 بـ5 ناقص 1/10 في اي جي بـ1/10 اي جي. كده مش هقدر اعمل حاجة اكتر من كده واقول عليها رقم 1. هبدأ اكتب المعادلة التانية اللي هي خاصة بالار ام والفي. قانون الار ام، الار ام بيساوي الفي، الفي ناقص الاي الفي جي اللي انا هكتبها اي جي ار جي على الاي جي. يبقى هقول الار ام بتساوي الفي ناقص الاي جي ار جي على الاي جي. تعالوا نعوض، هقول 187 هتساوي قيمة الفي 45 ناقص الاي جي ار جي، هشيلها واكتب ما يساويها من المعادلة الاولى. الاي جي الار جي على بعضها دي هتتشال، واكتب ما يساويها من المعادلة الاولى اللي هي نص ناقص 1/10 اي جي. تمام كده؟ على اي جي.
لو تلاحظوا هتلاقي المعادلة دي ما فيهاش غير مجهول واحد اي جي، اللي بيستخدم السولف هيخلصها في خطوة واحدة، واللي بيحب يخلصها على ايديه هنمشيها واحدة واحدة اهو. هنضرب طرفين في وسطين، هنقول ال 187 اي جي دي في دي، 187 اي جي، واحد في البسط هو قيمة البسط، هيبقى عبارة عن مين بقى؟ 45 سالب، هوزع السالب على اللي بين الأقواس، يبقى سالب نص سالب في سالب تبقى موجب 1/10 اي جي. هعمل ايه؟ هقول 187 اي جي هودلها الواحد من عشرة بإشارة مخالفة، تبقى ناقص 1/10 اي جي، وهيتبقى هنا مين؟ ال45 هشيل منها نصاية واحدة بس، تتبقى كام؟ 44.5، ما انا شلت من 45 نص، يبقى 44.5. هعمل ايه؟ هطرح ال 187 هشيل منها 1/10، هتبقى 186.9 اي جي، بيساوي 44.5. هنا بقى اقدر اجيب الاي جي، الاي جي بتساوي البعيد عنها، البعيد مش في الحد بتاعها، البعيد عنها على القريب، يبقى 44.5 على 186.9، هتطلع القيمة حوالي 5/21، 5/21. مجرد ان جبت الاي جي هروح في المعادلة رقم واحد وعوض عنها، هنا هشيل الاي جي واكتب 5/21 في الار جي، هتساوي النص ناقص 1/10، وهشيل الاي جي واضرب في 5/21، كده بقى مش ناقص لي غير الار جي بس. هقول الار جي بتساوي شرطة كسر البعيد على القريب، البعيد على القريب، نص ناقص 1/10، خليهم بين اقواس، في 5/21 على 5/21، بالآلة الحاسبة هتطلع 2 أوم. طبعا الضياء فاضل له مسألتين تانيين هعملهم في فيديو تاني، عقبال بس ما تركزوا في المسألتين اللي فاتوا دول، اللي هي ان شاء الله الفيديو الجاي.